بيانو وعود، وعبد الوهاب بيبقى في المصيف قاعد في البيت بتاعه اللي في جليم جنب بيتكو، فبتشوفه فبتروح له فبتقول له انا بحب المزيكا، فهو ما بيصدقش، تقول له انا بحبك جدا فتخلي انت تعزف له على العود. يبقى تجيب لي العود ويقول لي هاتوا له يا اولاد العود ما نشوف. وكنت لسه بالشورت، وكنت لسه بالشورت ما كملتش. مسكت له العود وعزفت له، قسمت له الاول، وبعدين قال لي طب سمعني لحن من الحانك بس، كنت عامل حاجه، قلت له كذا حاجه، قال طب سمعني، فسمعته، قال لي تعالى تعالى، خدني حد تاني على حجره وقعد يبوس فيا، قال لي انت هتبقى محمد عبد الوهاب التاني. خليك فاكر، قول لابوك فين ابوك، عايز اشوف ابوك. قلت له، قال لي خدني معاك، فخدني رحت البيت، امي لوحدها وابويا كان في المحافظه ضابط شرطه ما جاش لسه، رجع لقى عبد الوهاب في بيته. قال له يا سلطان بيه ما تستغربش، انا جاي لك عشان ابنك حاجه مهمه لازم تهتم بيه، هيبقى زيي بكره. قال له يا استاذ عبد الوهاب ما تقولش هذا الكلام، ما تخلوش يتمري علينا، ولا ما تقولوش الكلام ده، فين ده، يبقى زيك ازاي؟ قال له انا بقول لك، انا محمد عبد الوهاب بقول لك هيبقى زيي بكره. عند الاختيار انت نفسك تطلع موسيقار زي عبد الوهاب؟ ايوه. وعبد الوهاب اداك ختم النسر، يعني اداك الثقه ان انت تستمر، جو اهيد. طبعا هو جالي البيت على طول. لكن انا عايز اقابل اهلك، اقابل ابويا وامي. لكن والدك هو اللي كان عنده اضطرابات، كان نفسه يدخلك البحريه وكده، سكه العسكريه. لكن الام دعمتك ودعمت ميولك وقالت له خلينا فيما يشبه في الوسط، فدخل حقوق، الوسط يخش حقوق ويمشي في سكه الفن زي ما هو عايز. صح. طيب انت درست الحقوق وخلصت، درست موسيقى في حياتك ولا ما درستش خالص؟ لا درست طبعا. فين؟ جبت انا من كتر حبي في الموسيقى، قبل لما عبد الوهاب يشوفني وكل حاجه، كان في واحد استاذ الموسيقى يعني في كتابه النوته والحاجات دي. فامي اصلها بتعزف عود وبتغني، فقالت لابويا، قالت له لازم نتعلم مزيكا، ما ينفعش. فجابت لي الاخ ده، فجالي بقى يجي لي ونروح له وعلمني مبادئ الموسيقى والنوته الموسيقيه اولها. علمني بقى من الاول، اقرا الاول واكتب، بس خدت وقت. انما هو يعني كان ليه فضل الحقيقه، الراجل يعني واقف جنبي. موقف اخر يكشف عن وسامه محمد سلطان ودخوله مجال السينما بسبب امرين، وسامته وفروسيته، لان هو كان في نادي سموحه وغاوي خيل وكان عنده خيل، فبينط بالخيل كده من على الحاجز، فكان في راجل قاعد جنب او قريبا من الحاجز، فمحمد سلطان قال له خلي بالك الا تتعور يا استاذ، فبيبص لقى يوسف شاهين. صح. قال له ده انت وسيم جدا، ما تيجي تمثل. حصل؟ قال لا انا عايز اقعد معاك، ما ينفعش كده. قلت له استاذ عبد الوهاب، قال لي لا في بيتك فين؟ قال لي طب انا همشي، ما انت مروح خدني معاك. فخدني، كانت امي وابويا في المحافظه ضابط شرطه. ما كانش لسه جاي من الشغل، كانت الساعه 1 تقريبا. فقعدت مع امي بقى، مع لا يا هانم ابنك ده هيبقى زي بكره، هيبقى فنان، ده زي عمر الشريف. هيبقى زي عمر الشريف كده. فانا جاي اوصيكوا عليه، ابوه فين؟ قلت له ابوه في المحافظه ضابط شرطه، يجي الساعه 2 ونص كده. بس فضل قاعد لغايه ما ابويا جاب، فاتغدى معانا. ابويا قال له لا تقعد تتغدى معانا بقى. ده اول لقاء يعني. اول فيلم عملته معاه، اول فيلم عملته مع يوسف شاهين كان ايه؟ مش فاكر والله، عملت بس مش فاكر. ده انت عملت دور في الناصر صلاح الدين. ايوه في الناصر صلاح الدين. انا عايز افتكر الدور ده، مش فاكر. عملت حسام الدين. حسام اللي هو من اقارب صلاح الدين. ايوه. امال بقى عزيزه، عائله زيزي. زيزي، عائله زيزي، والله ما مش قادر احكي لك حكايتها، لكن دي انا الحقيقه ما وجدت الصعوبه في العمل في السينما والشهره وبتاع، وكل الحكايه كانت ممهده قدامي من غير ما لا اسعى ولا اعمل حاجه، الامور كلها بقت ماشيه سهله او كده. لقيت نفسي عايزيني في فيلم وممثله، ومع مين؟ يوسف شاهين. مع اسمه ايه ده، مش يوسف شاهين اللي وداني، كان فيلم لمين؟
وعائلة زيزي مين اللي عاملها؟ مش فاكر. وعائلة زيزي يعني كان في الفيلم ابص على سعاد حسني احس انها معجبه بيك بصحيح مش في الفيلم بس. ده كانت حبيبتي سعاد حسني، انا بحبها جدا جدا وبحبها لغايه دلوقتي. لان ست عظيمه، سيبك من الفنانه، فنانه عظيمه هي ك ك كانسه وست بنت ناس مفيش بعد كده، وبعدين مثقفه ومخها كبير قوي وذكيه جدا. كم فيلم عملتهم؟ افلام؟ لا كم فيلم؟ والله ما عديت. ثلاثة ولا أربعة؟ لا لا أكثر أكثر. 10؟ إيه ما أعرفش، لكن ما عديتهمش. لكن كلهم علموا. عاملين على الحمد لله، يعني أنا وأشهرهم عائلة زيزي. طلعت في دور بسيط يعني في زيزي، شديت انتباه على طول. لحنت فيه أغاني؟ لا كنت بمثل بس. طب في أفلام أنت في فيلم مثلته مع محرم فؤاد؟ آه مظبوط. خمسة سياحة؟ فيلم نسيت اسمه. فيلم لحنها؟ إيه؟ خمسة سياحة؟ لا ما لحنتلوش حاجة. ما لحنتلوش حاجة. جميل جدا. أنا عايز أفض الالتباس. أول لقاء ليك مع الفنانة الكبيرة فايزة أحمد، هل كان في بيت عبد الوهاب ولا كان في بيت فريد الأطرش؟ لا في بيت فريد الأطرش. في بيت فريد الأطرش. انا كنت دائما يعني على صله بفريد الأطرش، كان صديق وانا بحبه وهو بيحبني. وكان دائما يكلمني يقول لي ما جيتش ليه تعالى. كان بيته فين فاكر؟ في الجيزه على النيل. على النيل على طول في الجيزه. كان بيشجعك ايضا؟ اوه كان بيحبني جدا. عبد الوهاب بقى ده كان يعني قال لي انا عايز اشوف ابوك وامك، اشوف بيتك بتاع. ما خلاص دي فخدني وديته على هناك. على البيت. طيب جميل جدا. ابويا جامع الشغل، هو ضابط شرطه لابس رسمي كده، لقى عبد الوهاب في بيته فاستغرب طبعا. بس وأنا يعني كنت عيل لسه.